وللحديث عن حالة التدافع المؤسفة في البصرة، حادثة التدافع وتداعيات هذه الحادثة، معنا من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. دكتور ثامر، السلام عليكم. من المسؤول برأيك عما جرى اليوم في البصرة وأنتم تتابعون ما جرى؟ إلى أي مدى شكل خيبة أمل أخرى للعراقيين؟ حياكم الله أخي الكريم، ولكن بداية قبل أن أجيب عن سؤالك، لابد أن نقدم التحية للشعب العراقي على ما قدم من معاني كريمة في هذه البطولة، رغم جراحه ومعاناته التي هو قابع تحتها على مدار عقدين من الزمن. الشعب العراقي هو من يصنع أفراحه، والحمد لله تكللت جهوده بفرحه بالفوز بالمباراة النهائية. ولكن ما شهده العراق اليوم من حادثة مؤسفة، من مقتل مشجعين عراقيين وإصابة العشرات منهم بسبب سوء التنظيم وعدم الاهتمام بأرواح العراقيين، تتحمله الحكومة الحالية التي جعلت التنظيم بهذا السوء. وهي حادثة مؤلمة لأنها تأتي في وقت كان العراقيون يريدون أن يفرحون أكثر، وقت الشعب العراقي كله متأهب ومساند لوطنه في إظهار الروح العربية التي حاول النظام السياسي إخفاءها طوال عقدين من الزمن، بل حاولت الأحزاب الطائفية الموالية لإيران أن تزرع في قلوب وعقول العراقيين بعدم انتمائهم إلى العروبة بشيء ما. ولكن حاول النظام السياسي وأحزابه الولائية أن يوهموا العراقيين أن إيران هي عمقهم وحاضنتهم ومرجعهم. ولكن أقول البطولة الخليجية العربية، بطولة 25، أرادت أحزاب السلطة منها الدعم، ولكنها قلبت الموازين. هذه البطولة قلبت الموازين لأنها أظهرت العروبة العراقية، وأظهرت أن العراقيين حريصون على عمقهم العربي، وحريصون على رفض إيران جملة ما تفصيلا. وهنا أحب أن أشير إلى قضية مهمة جدا، الكثير قد أشاد بهذه البطولة واعتبرها ناجحة، ولكن الشيء الذي يجب أن يقال أن هذه البطولة نجحت بالشعب العراقي وبجمهوره، وليس بالإجراءات الحكومية، بل إن الإجراءات الحكومية في غاية السوء. فمثلا الملاعب سيئة وبان عوارها من أول زخة مطر، ولكن من ينظر إلى المباريات وإلى الملاعب سيشهد ويجد أن الأمر واضحا وجليا لكل من له عين. وكذلك دخول الجمهور وخروجه التي أصبحت فضيحة كبيرة، العيب ليس بالجمهور ولكن العيب بالإجراءات وبالتنظيم السيء. ومنذ اليوم الأول رأينا وفود عربية تغادر الافتتاحية بسبب سوء التنظيم، ولكن الجمهور العراقي وبحضوره الكبير الذي يظهر حجم معاناة الشعب العراقي الذي يبحث عن أي شيء يفرحه ويدخل البهجة على قلبه، فلم يجد إلا هذا الحضور، ولم يجد إلا أن يساند هذه البطولة وفي ملاعبه. وكان هذا الحضور الجماهيري الكبير هو الذي أنجح البطولة، وإلا فإن كل الدول الخليجية تمتلك ملاعب أفضل وتمتلك تنظيم أفضل، وقد نجحت بتنظيم أفضل من هذا التنظيم، ولكن لم يحظى بهذه القيمة لأن الجمهور العراقي هو العامل الأساسي لنجاح هذه البطولة. يضاف إلى ذلك أيضا عامل آخر مهم جدا، وهو الضيافة العراقية البصرية للضيوف التي تلقاها الأشقاء الخليجيون، ورأينا حجم شرم العراقيين وحفاوتهم باستقبال إخوانهم، بحيث كانت هذه البطولة حقيقة هي صفعة بوجه إيران وأحزابها الميليشياوية. ولذلك نقول تحية للشعب العراقي الأصيل على ما قدم خلال هذه البطولة. نعم دكتور، فعلا وكالمثل الذي يقول انقلب السحر على الساحر، يعني فعلا الجمهور العراقي هو يبحث عن شيء يفرحه رغم كل هذا السوء الذي ذاقه من الحكومات التسع، حكومات الاحتلال. ولكن بطبيعة الحال كل بطولة تقام يعني يتم التركيز على تطوير والنهوض بالبنية التحتية حتى لا تفتضح الحكومات أمام العالم، يعني أمر طبيعي. ولكن في البصرة نلاحظ أن العشوائيات تغطى بجدار كبير ويصرف عليه مليارات الدنانير، والمجاري سيئة والخدمات سيئة. يا ترى لماذا لم تنهض هذه البطولة؟ طبعا ليس بالفريق العراقي، الفريق العراقي حقق الفوز وانتصر وأخذ الكأس، ولكن الحكومات هنا لماذا تتغاضى عن دورها وواجبها
بالنهوض بالبنية التحتية التي هي تعتبر الدعامة الأساسية للنهضة الاقتصادية، وخصوصا أن العراق فقط بجمهوره يشهد له العالم، أما بحكوماته فلا نرى أي شيء يذكر على أرض الواقع. ما سبب هذا التغاضي والإهمال والتقصير في جوانب النهضة بالبنية التحتية؟ حقيقة هذا أمر معلوم للجميع، لأن العراقيين أصبحوا الآن يعلمون جميعا أن حكومات الاحتلال التسعية لم تأتي لخدمة العراقيين، وإنما هي أصبحت أداة تدميرية بيد إيران وأمريكا لتدمير العراق. بطولة الخليج أظهرت أن حكومات الاحتلال تنتهج نفس الأسلوب الذي هو الكذب والخداع. فمثلا البصرة التي هي من أغنى مدن العالم لما فيها من ثروات نفطية وبشرية، ولكنها تفتقر إلى ماء صالح للشرب، تفتقر إلى ماء يسقي الزرع، تفتقر إلى تعليم أطفالها. البصرة من أكثر المدن العراقية يتعرض أبناؤها لحالات أمراض السرطان. البصرة التي بناها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعتبة بن غزوان كانت حاضرة العالم العلمية، فمدرسة البصرة من أشهر مدارس العالم الإسلامي. أين هي الآن؟ أين أخذتها إدارة الأحزاب الطائفية؟ أخذتها إلى الهاوية. البصرة من أكثر المدن التي تنتشر فيها العشوائيات اليوم، ولذلك صرفت أو صرفت الحكومة الحالية 45 مليار دينار ليس لإنقاذ أهل البصرة ولا لانتشاله من العشوائيات ولا لتوفير المياه النظيفة، ولكن لأجل التغطية على العشوائيات بإنشاء جدار عنصري عازل حتى لا ينظر أحد إلى مأساة أهل البصرة وإلى العراقيين جميعا. نعم، نشكرك شكرا جزيلا، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العنواني، كنت معنا من عمان.